النهاردة هحكي لكم قصة سيدنا نوح. ربنا قال لسيدنا نوح ادعي الناس تصلي، وبعدين راح يدعي الناس تصلي. المشركين بقوا يحطوا ايدهم في ودانهم ويقولوا احنا ما سمعناك يا نوح. وبعدين ربنا قال لي يا نوح يعمل سفينة ويحطهم كل حاجة نوعين. وبعدين اول ما الفرن يطلع مية يحطهم كل حاجة نوعين في السفينة. بعدين الفرن طلع مية، وبعدين حط كل حاجة نوعين في السفينة. بعدين جينا على ابنه قال له لا انا هطلع على الجبل. وبعدين قال له لا الجبل هيطلع على مية كمان، قال له لا. وبعدين هما طلعوا على جبل اسمه جبل الجديد.